نقول لك اش تخير بين الديمقراطية والمعيشة الباهية، شو تخير؟ اللهم صل على النبي، خير المعيشة الباهية. معيشة الباهية يلزم، خاطر حكمونا عباد بعد الثورة خليونا على الحديدة تحت الصفر وقالوا لك جبنا لك الحرية والديمقراطية. ايه يا بنتي، المعيشة قبل الديمقراطية. المعيشة كي يكون لابس ويكون ماكل ويكون أموره هانية 5 على 5، وقتها بعد يمشي للديمقراطية، بعد يمشي للديمقراطية. أيوة اللهم صل، خاطر عليه يتغذى البدن ويمشي للمخ ويمشي للقلب، يعرف ايش يتكلم، وقتها يشارك في الديمقراطية ويولي عنده ما يقول في مخه. يعني الإنسان المش متغذي ما ينجمش يفكر، ما يفكرش، الخلايا بتاع مخه ما عادتش تجاوب. أيوة يلزم هو ماكل العسل وزيت الزيتونة وكل شيء باش يتغذى البدن، باش يعرف باش يجاوب. بعد نولوا في الديمقراطية، والديمقراطية يلزم تطبقها زيادة، مش الديمقراطية كاكا، يلزمك تطبقها على لسانك. اي وتعرف الدولة شنو قاعدة تخدم الديمقراطية، مش كاكا يبدو على الهامش. قيس سعيد قال لك حطي يدك على الكتاب يلزمك تخلص، علاش هو يحط فيهم في الحبة وسيت؟ خاطر هو حط يده على الكتاب وقال نخدم قد قد، قال له هاد وسيك انت تحيل بستيرو، عملت فلوس وسرقت فلوس، تو تشد الحبس. انا ما ظلمتكش، انا رئيس، اما تعدى المحكمة يحكموا عليك. دوسيك خير، ايوه تو انت خدمت 8 سوايع، سوايع زايدة خلصوك فيها. توريتي توك توجهتي قلت لي هكا، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، والنور يزيد النور يزيد يا ابو زيد، الله اكبر، اللهم صل على النبي، بالله عديه هذه، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، عديه. الديمقراطيه والحريه حاجه لازمه كيفها كيف الماكله والشرب وما الى ذلك، وهذه حاجه متفاهمين فيها. بعد الثوره التونسيه صحيح جاتنا الديمقراطيه وحريه التعبير أصبحت موجودة، لأنه في عهد المخلوع بن علي ما كناش نجمو نحكيو ونعطيو رأينا، لكن المقدرة الشرائية نتاع المواطن أصبحت تحت الصفر. اليوم يقول لك المواطن كان تخيرني بين الديمقراطية اللي هي حاجة أساسية وحياتية وبين قفتي ومعيشتي ومعيشة صغاري، فإني باش نخير المعيشة الباهية، شنو رأيك؟ رأيي اللي هو عنده ألف حق، لكن مالوريزمون ولا عندنا إكسيم تاع ديمقراطية وإكسيم تاع حرية. اللي نجر على هذا معناها كما نقولوا غاليه معيشه، وليت عباد معناها ما عادش قفه معناها ب 20 30 دينار ما عادش نجم يعبيها، ساشون كو في وقت بن علي ميم سي معناها ما غير ما نحكيو على البريود هذيك معناها كيفاش كنا معناها لا نتكلموا لا نحلوا فهمنا لا حد شيء، ما ينكرش هذا اللي ب 5000 كنا نجم تعبي قفه معناها، فهمت؟ دونك انا نفهم عبد تو ديبون انت وال كيما نقولوا الكلاس سوسيال نتاعو، عبد زوالي يقول لك سون فو من الحريه، يعني الحريه مش توكلني خبز، حريه مش باش تشري حليب لصغاري، حريه مش باش توكلي ولادي، مش باش تقراهم. بار كونتر معناها فما زاد عباد اخرى يقول لك زاد انا باش نعيش ميم سي حتى عايش مستور، اما ما نحلش فمي حاشاك كيما العبيد معناها. كيما قلت لك فما منا فما منا، نحن مالوريزمون فما ليكسي مش شيرتين معناها، فهمت؟ معناها ربي ما يعطيهاش كامله بلغته. والله يا بنتي الكرامه قبل الخبز احيانا. نحب نعيش حره. ما نحبش حد يتسلط عليا ويظلمني، فهمتي؟ كلامي واضح. ايوه. اي نحب يعني نعيش بكرامتي ونعيش حره، ما نحبش حد يضحك عليا، يسرقني، ياكل خبزتي، فهمت كيفاه؟ نحب حر. جاوا عبيد بعد الثورة سرقونا وقالوا لنا شو راهو انتم أحرار، جبنا لكم الديمقراطية، عبروا للصباح وإحنا نسرقوا زادة للصباح. ما كانوا مرتاحين على أرواحهم، ربحوا على الثورة، على الحرية، على الواحد وعلى إيش ربحوا؟ ما ربحوا شيء. قال لك محلاك يا راجل أمي لولي. تضربني وتعشين. هاي الدنيا ذي تو احنا نعيشوا فيها، تو وليت الخوه يقتل خوه عزوز فرنك، خليه دوله. اوكي؟ احنا تو قيسوه ان شاء الله ربي يفضله لنا ساعه ذي وربي ان شاء الله يبعد عليه البلاي وربي يحفظه. هذاك انا حاطه في الواحد بريزيدون ريبوبليك تونيزيا مدى الحياه، هذاك انسان نقي، انسان نظيف. انسان كي تحطه على الجمر كما يقولوا فيها، فهمني؟
الديمقراطيه مش نتاعنا نحن، مش نتاع تونس. تعرف علاش؟ على خاطر الديمقراطيه اللي عندنا في تونس في لهنا، الديمقراطيه يزني حاشا قدرك نسمعك وسخ وذنيك ونحي لك نتاعك وما يهمنيش فيك، فهمتني؟ احنا ما تمشيش معنا الديمقراطيه، تمشي مع القوره. احنا لهنا يلزمنا واحد كيما بن علي ولا اقوى من بن علي، خاطرنا عباد نحبوا ستاكا مستانسين بالضرب. سبحان الله، ما نجمش انا كنت تاكل في الضرب، من بعد انت تجي تقول لي ديمقراطيه ما تمشيش معانا نحن، فهمني؟ وربي شوف، هو ربي راه شو قال لك، اللي خذلك خبالك. ريتهم اللي جوعونا هذوكم، هما بينهم بين مولاهم، احنا ما نجمو نعملوا لهم حتى شيء، باش يخلصوه هما ولا اولادهم راه اليوم ولا غدوه، فهمني؟ وقيسون ننصح، انا مش ننصح للرجال اللي تحب تونس واللي تحب تونس تقف على ساقيها، قيسون ما يتنحاش. هذاك البابا، هذاك البابا نتاع تونس، هذاك يتنحى، راهي تونس متولي الكرتوش فيها تقول له باك الدخان يجبد لك فرد ولا يجبد لك كرتوش. لا، هو ربي يقدر الخير، اما كان يتنحى قيسون بتو روح تونس راه. هذاك انسان يزمو يقعد، خاطر انسان نظيف ما عندوش الزيد. الرجل قال لك راني انا كما قال ربي كلفكم، يعني كيفاش قالها هو؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني هو كما احنا نقولوا هو البو ونحن اولاده. يعني انسان يعني ترتاح، يودي نكرشي خبز وبماء، نعرف الماء البلاد باش تمشي بالكدا، ماشي في الخير، فهمني اختي؟ وربي بقى عليك الستر يا قيسون، وربي ينعم بول ياكرك. ما نعرفوش الديمقراطيه، مالغري تو سا اوني افونسي، نعرفوا كل شيء وما نعرفوا حتى شيء، على خاطر نحنا نبدعوا في الحكايات، مي على فان نو سوم غيان، غيان، شكون اللي خلانا ريان؟ فهمت؟ هي للدولة، الدولة ما خمتش فينا وما خمتش في شعبها. الثقافة، الثقافة ما تجيش، الثقافة يلزمها تكون عامة، فهمت؟ مش ثم أربعة مثقفين والآخرين لا، حرام، فهمتي؟ ثم الوعي، وعي وين والوعي؟ فهمتي؟ ناس تاكل والآخرين فهمتي يلزمهم تحت الصباط، ما تجيش فهمتي كيفاش الثقافة؟ وين الديمقراطية؟ أنتم تحبوه العباد تعيش تحت صفر وانتم عايشين فهمتي معناتها بيان، سا سوفي با. ويقول لك جبنا لك الديمقراطية. كل ديمقراطية اللي تحكي عليها؟ الديمقراطية نتاع شنو فهمتي؟ ما عشناش نحن بالديمقراطية وقت اللي يلزم الردعة، يلزم الردعة، يلزمها الرجال الكبار اللي إذا كان ثم رجال كبار يلزمهم ياخذوا موقف باش ينحوا المهزله هذه، مهزله راي والله العظيم اقسم بالله. انا جي فيكي اون اوروب 22 ans الوغ لا فهمت، اوني غيان والله حتى شيء رانا فهمتي، سوتو تيرا سو تحت تحت الارض نعيشوا فهمتي، جرابعه يا رسول الله. اخي اللي مش يعيش غني ما عندوش اولاد وما عندوش ولاد اخته ولاد عمه وكذا، كيفاش باش يعيشوا؟ كيفاش معناتها؟ فانا شوف الهواية ما عادش نتنفسوه فهمتي بيان، فهمتي تشم في الريحة، الريحة في كل بقعة، كيف تقول لك باهي نظافة من الإيمان؟ وينو الإيمان؟ وينو الإسلام؟ الإسلام اللي هو فهمتي عنده مبادئ وين هي القيم؟ وين مشينا؟ مشينا والله ضيعناها. أنا الرا معناها يمكن جلوبال مونستر اسبيرون بيان جي نهار معناها ونعيشوا، ما نقولش كي نعيشوا كي قبل، مي تبدا المقدره الشرائيه معناها تتحسن وزوالي نجم يعيش. ماذا بينا الديمقراطيه والحريه والمعيشه الطيبه؟ انا قلت لك هو ربي ما يعطيهاش كامله معناها، يا هكا يا هكا، مي زاد حتى الشعب كما نقولوا عنده بار من الحكايه هذه معناها، فهمت؟ همه كان مصلحته معناها، حتى في كي يصير حاجه كما نقولوا مقطوعه احتكار على بعضه، الشعب ملهوف معناها. مرة نذكر في الكورونا، أول حالة نتاع كورونا في تونس، الناس قطعت سميد وقطعت وقطعت وقطعت، ما فهمت، ما فهم اللهفة زادة موجودة معناها، حتى العقلية هذوما العباد اللي حكمت فينا ما انتخبوهمش معناها الناس من بنغلاديش ولا من التوانسة، التوانسة معناها هما كيفاش تقولوا سغفلات ليماج نتاع البلاد معناها البلاد اللي تحكم فيك. باهي اسبيرون بيان تتحل، وإن شاء الله كيما قلت لك إن شاء الله تونس كما نقولوا ترجع كيف ما قبل. المجتمع التونسي تحب معناتها تحبه يرتاح وكذا، يلزمك اول حاجه توفر له عمل، ترخص له يعني في المعيشه كذا. الحريه والديمقراطيه راهو مطلب،
خرج به الشعب التونسي من 2011 ويدافع عليه ومش باش يسلم فيه. دونك راهي الاهم والاشياء اللي يلزمنا معناتها نفكروا فيها خاصه السياسيين، وانا ادعو الناس اللي تحكم توا والحكومه الموجوده توا ان تفكر في زوز حاجات، انه الاسعار يلزم تنخفض الاسعار، لانه المجتمع التونسي ما عادش ينجم حتى كيلو غلب دينار ما عادش ينجم يقدر عليه. ثانيا التشغيل واللي هو اهم حاجه، الملف هذا يلزم يتفتح خاطر يعني طول برشا، عندنا 5 سنين ما فهمش تشغيل في البلاد، يلزم ننظروا في الملف هذا. الحريه والديمقراطيه راهو مطلب شعبي قامت من اجله الثوره، لكنه يبقى معناتها هو متعلق بالمجتمع، المجتمع هو اللي حافظ على حريته وديمقراطيته، لها اهم توا انه التشغيل ثم يعني محاربه غلاء الاسعار.